تمكين السلطات المحلية. وكما جرت العادة سؤال موجه للسيد سمجامي بخصوص المحاضر اللي ما كتوصلوش بها منذ صرام سنتين لحد الساعة لم نتوصل ولو بمحضر واحد. أما بخصوص فما دامت اليوم كاينة نقطة وحيدة إلا ونتكلموا على حنا هنايا بفضل الساكنة وباش نترافعوا من أجل الساكنة، وهذا هذه واحدة رسالة من الساكنة كيوجهوها للمجلس. سيد سمزان، ما يقع في مدينة الصخيرات لهو شيء مخجل بالنسبة لنا كأعضاء في هذا المجلس. أنا أتحمل مسؤولية سيد سمزاني، الناس راه ما بقاتش خدامه الله يجازيك بخير، ما كاينش المركوب وكتلقى فاش تركب، الناس راه ما بقاتش خدامه، الناس راه لا اله الا الله محمد رسول الله، واش انت راه حتى عيب في الدار تاع الصغيرات بدون مواكبه اجتماعيه بدون حتى شي حاجه، المركوب ما كاينش، الناس المشكل اللي كاين، هنا بتمراج واحد النقطه خاصه بالاسترجاع الاموال ديال اصحاب العدوات، هذيك النقطه ديال اصحاب الاموال ديال اصحاب العدوات الجنائيه، النقطه الناس راه محتاجه فلوسها. الناس راه كيديروا خمسة ستة أربعة ديال الطريقات، الناس راه وصلنا للحكم الله يجازيك بخير، ما تخش فيا النقطة حرة هنايا باش تترافعوا على الساكنة. نقطة حنا مع السيد، حنا مع الأمنية في هذه المدينة، ولكن ما ننساوش المواطن اللي صوت لينا ووصلنا لهذا المجلس هذا. أقسم برب الكعبة الناس اللي ما كتلقى باش تركب. أنا مستشار عضو في هذا المجلس، ملي كيولي عضو في هذا المجلس كيقول جي بريبورو باش نحضر الدور، ماشي عيب. عرفت شحال ديال العائلة تشربت واحد خدام شركة كيمشي المرة الأولى معطل، المرة الثانية معطل، ما كاين واش غادي يبقى خدام هذا السيد؟ ما كيجي عليه هذاك الرد فعل ديال العمل ديالو. هذه من هنا كنبغي نرفع واحد المتماس للسيد السيد الوالي، وكنقول له من هذا المنبر هذا بأن المشكل ديال النقل بمدينة الصخيرات يشكل مأساة بالنسبة لسكنة رحلة الصخيرات. وبالنسبة لواحد المشكل اللي هو آن مستعجل، الله يجازيكم بخير المجلس الموقر، دوك الناس اللي مخلصين دوك الفلوس ديالهم وصوتنا من أجلهم أنا باش نسترجعوا الأموال ديالهم راه ما نسترجعوهاش، والدليل على هذا راه كانوا البارح قدام الجامعة، راه كيتنقلوا مسار الكيغا، راه كيتحملوا العناء ديال المركوب باش كيجيو مساكن. شكرا. كاين اللي ما مخلص ثلاثة بريطاج، شكرا اللي باقي مسكين في الكرا. شكرا سي الفلوس. كيضرك هادشي هذا ما كاينش حاجه تستاكل كضرك هادشي ما خصك تجيش فوق بيهم وضحت. شكرا.